احنا مجموعة اشخاص متواجدين هنا بساحة التحرير، مجموعة من المثقفين، من الاكاديميين، من الناس البسطاء. القضية قضية وطن. عندنا مجموعة مقترحات، ما أقول يعني غير شيء. هذه المقترحات اقتبسناها من الواقع، من ما يريد الشارع، من ما يريد هاي الشباب. هاي أنا ما أقول عليها هذه تظاهرات، هذه ثورة، ثورة شعب. هذه الثورة ضد الفقر، ضد الطاغية، ضد الحكم المستبد، ضد الأحزاب الفاسدة، ضد الطائفية. هذه ثورة عن كل ما هو خراب لهذا البلد. المجموعة المقترحات أنه إعلان الحكومة يعني استقالة بالكامل، حتى بعدين نتفاوض مع الأمم المتحدة والقضاة والنقابات الموجودة بالعراق. هذا حتكون شكل برلمان مصغر، خلينا نقول حكومة طوارئ، حكومة انتقالية. بعدين احنا نسوي دستور وفق ما يقتضي الشارع، يعني وفق مستلزمات اللي احنا نريدها، اللي تتلائم مع المجتمع العراقي. هذا العرس، هذا ما حدث في تاريخ العراق المعاصر منذ سنوات، جاي يصير تراكمات لمدة 51 سنة. احنا الجيل هذا، الجيل الثمانين وجيل التسعين والبركة بجيل السبعينات، أسسنا هذه الثورة وإن شاء الله ماضين، وما راح نروح لا هنا والعوان إذا ما نحقق إن شاء الله مطالبنا شرعية. نحن رابطة نريد وطن، نريد وطنا أخوان. المشكلة اللي ظهرت هذه المتظاهرين كلهم ظهروا، اللي دفعهم حبهم يريدون وطن. يعني أغلب الشباب الآن اللي تسأله أنت شنو ليش متظاهر، يقول لك أنا ما أحس عندي وطن. أغلب الناس وأغلب الشباب كلها راحت للجوء. أنا عندي وجهة نظر، هذه القوانين التي وضعت من سنة 1959 لليوم، شنو اللي قدمته للشعب العراقي؟ شعب العراق هذا الامتداد الحضاري يمتد إلى 12,000 سنة. أول قانون وضع بالعالم هو القانون بالعراق، مسلة حمورابي. ليش القوانين ضد شعبها من 59 لحد الآن؟ بعدين التعديلات اللي جرت عليها، التعديلات كلها بصالح الحكومات مو بصالح الشعب. هذه التعديلات اللي وضعت كلها كانت في سبيل أن تضمن مصالح الأحزاب الحاكمة. بعد ذلك إجوي فرقت بقانون المحاصصة. هذه المحاصصة من باب شعار فرق تسد. احنا نريد تغيير القوانين بما يخدم الشعب. انا وجه رسالة الرئيس الوزراء للحكومة، الاعلى واحد بالحكومة. احنا هنا كنا واحد الشعب، ما عندنا قائد، ما عندنا واحد يمثلنا. اللي تمثلنا ساحة التحرير، يمثلنا صوتنا، خليجون هم هنا يوقفون ويسمعون مطالبنا. هم يعرفون كل زين احنا شو نريد، بس هم ما يحققوها، مستحيل يحققوها. احنا نريد وطن، اريد اعيش حال العالم. انا راتبي استلم موظف خير من الله، بس انا طالع على مود الطفل اللي بالشارع استجدي، على مود الطفل اللي بالمستشفى ملاقي دواء، لا اكثر ولا اقل. انا اجد الاستاذ فاقد زيدان القاضي رئيس هيئه المجلس الاعلى ان يشوف لنا صوره حل، ويحجز اموال المتنفذين والسلطات الثلاثه لحين حسم موضوعهم، لان هاي اموال يتامى. اليتيم ليس يتيم الام والاب فقط، وانما الوطن. اللي ما عنده مسكن يعني ما عنده وطن، يعني هو يتيم. يعني شو فايده ابوه وامه عدله هو ما عنده وطن، ما عنده سكن، ساكن بصفاح الشينكو، ساكن بالعراء، هذا ما يعتبر مواطن، فهذا يعتبر يتيم. وكذلك القاصرين، هاي كلها اموال قاصرين، اموال الشعب، اموال قاصرين.